بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هذا أول مقطع بعد إعادة تسمية هذا المشروع، المشروع التعليمي الإلكتروني، تحت اسم جديد وهو مشروع تعميم المعرفة على أمة الأميين، وأرجو الله أن يكون في ميزان حسناتنا جميعا. الآن في هذا المقطع القصير جدا لكنه المهم بنفس الوقت، أقدم مفهوم منحنى لورنز ومعامل جيني، لورنز كيرف اند جيني كوفيشنت. هذا المقطع القصير الهام يشرح مفهوم مهم جدا لطلبة الدراسات العليا الباحثين في قضايا الفقر وتوزيع الثروة. يقيس منحنى لورنز ما يطلق عليه التوزيع التراكمي cumulative distribution لمتغير ما، ومدى ابتعاد هذا المتغير عن طبعا ابتعاد التوزيع عن معيار مطلق وهو التوزيع المتساوي equal distribution للمتغير تحت الدراسة، كأن نقول الدخل أو الثروة أو أي متغير عن ملكية الأفراد أو الناتج المحلي الإجمالي للدول أو حصتها من بعض الثروات كالمياه كالمعادن كالنفط وما شابه. وفي معظم الدراسات يقيس هذا المنحنى مدى التفاوت في توزيع الدخل أو الثروة في المجتمع أو لمجموعة من الناس. أما معامل جيني المختصر بالحرف جي فهو مقياس لعمق التفاوت في التوزيع، تنحصر قيمته بين الصفر والواحد الصحيح، فإذا كان قيمته صفرا فإن ذلك يدل على أن كل الفئات أشخاص أسر مجموعات دول متساوي بحصتها من الشيء المراد معرفة توزيعه كالدخل أو الثروة، وإذا كان قيمته واحد صحيح فإن ذلك يدل على أن شخصا واحدا أو أسرة واحدة أو مجموعة واحدة أو دولة واحدة استأثر أو استأثرت بكل شيء ولم يترك أو لا تترك أي شيء أو جزء منه للبقية. من الطبيعي طبعا أن يأخذ المعامل جي أي قيمة بين الصفر والواحد الصحيح. الآن لنضرب مثال بسيط على منحنى لورنز ومعامل جيني. لنفترض وجود البيانات الآتي عن 10 أشخاص، الأشخاص هم مثلا محمد، نور، عيسى، راية، إبراهيم، سالم، سلام، عزيزة، دانا، فاطمة على سبيل المثال. الثروة التي يمتلكها كل واحد منهم، محمد له 25 وحدة، 25 مليون، 25 دينار، 25 مليار وهكذا، فوحدات القياس هون بتهمنيش، بهمني المفهوم. نور عندها 25، عيسى عنده 50، راية عندها 50 أو لديها 50، إبراهيم لديه 25، لدى سالم 50، سلام 100، عزيزة 50، دانا 100، فاطمة 150. فما نلاحظ التفاوت الآن بين قيم الثروات أو الثروة لكل واحد منهم. مجموع الثروة الآن يساوي 600 وحدة من هالشيء اللي نتحدث عنه. الآن التوزيع التراكم الأفراد، يعني كل واحد فرد هلا يشكل جزء بالمية من المجموع الكلي. فعندي طبعا محمد هو 10%، محمد ونور بيساوي 20%، محمد ونور وعيسى 30%، لحد يعني إلى راية معاهم البقية 40%، محمد نور عيسى راية وإبراهيم بيساوي 50%، وهكذا حتى نصل أن فاطمة عندما تكون هي رقم 10 مع 9 البقية بتساوي 100%، فبكون بالحالة هاي أنه أصبح التراكمي التوزيع التراكمي من 10 إلى 100%، 10% إلى 100%. الآن كل واحد الآن توزيع التراكمي الثروة. الآن محمد حصته من 600، حصة محمد لو سمحتوا الانتباه هو يشكل 10% من عدد الأشخاص الموجودين، 1 من 10 حصل على 25 أو ملكيته من الثروة 25 وحدة من مجموع الثروة 600، فهو يساوي 4.17% بالمية، بمعنى آخر أقل من 5%. إذن 10% من عدد الأفراد حصلوا على أقل من 5%. الآن لنضيف إلى محمد نور، فعند محمد ونور مجموعهم التراكمي كوجودهم أشخاص بين 10 يساوي 20%، حصل محمد ونور على أقل من 9% هي 8.33%. نجمع لهم عيسى الآن، الثلاثة يشكلوا 30% من المجتمع الذي نتحدث عنه اللي هو 10 أشخاص، لكن ما حصلوا عليه تراكميا هو أقل من 17%، 16.67% بالمية. وهكذا راية مع البقية شكلت 40% من الناس الموجودين في هذا المجتمع، هم 4 من 10 أشخاص،
لكن حصلوا الأربعة الأربعة اللي هم بشكل 40% حصلوا على أقل من 21% من الثروة. لاحظوا إبراهيم مع البقية شكلوا 50% من المجتمع الذي نتحدث عنه اللي هم 10 أشخاص، لكنهم حصلوا فقط على 25% من مجموع الثروة. مع سالم أصبحوا 60%، لكن مجموع ثروتهم كلهم الست الآن 33.3%. مع سلام أصبحوا 70%، لكن مجموع ثروتهم 50%. مع عزيزة أصبحوا 80%، لكن مجموع الثروة أقل من 60%. مع دانا أصبحوا 90% من المجموع، لكن ثروتهم 75%. عندما دخلت فاطمة إلى الصورة أصبح المجموع 100%، لكن هي حصلت بالأخير على الفرق. لاحظوا ال 25%، يعني ارتفع التوزيع التراكمي من 75 إلى 100%. لاحظوا الآن 10% أخذت أقل من 5%، 20% أقل من 9%، 30% أقل من 17%، 40% أقل من 21%، 50% من الأشخاص حصلوا على فقط 25% من الثروة، 60% على أقل من 34%، 70% 50% بالضبط، 70% من المجتمع، هذا العشرة أشخاص حصلوا على 50% من الثروة، 80% حصلت على أقل من 59%، 90% حصلت بالضبط على 50%، وطبعا 100% من ناحية منطقية حصلت على 100%. التمثيل البياني لمنحنى لورنز. التمثيل البياني الآن أعيد وضع وكتابة التوزيع التراكمي للثروة. هون 10% حصلوا على هذه النسبة، 20%، 30%، وهكذا حتى نصل الأخير. فعند الآن هذا المربع اللي من أهم يعني الأشكال التي يجب أن نركز على محتوياتها. في عند الآن التوزيع التراكمي للأفراد. الأفراد توزيعهم التراكمي جاي على المحور الأفقي، 10%، 20%، 30%، وهكذا حتى أنتهي بالـ100%. لكن التوزيع التراكمي للثروة أتى على المحور العمودي، نبدأ من 10%، 20%. طبعا ممكن نختار أي سكيل هنا، ممكن من 1% لحد نصف بالمية، يعني 1، 2، 3، 4 وهكذا بالمية، ومن هنا الشيء ذاته. الآن بدي أنصب المربع بالضبط، هذا الخط الواصل يعني قطر المربع ينصف المربع إلى نصفين متساويين. شو بقول لي الآن؟ هذا الخط مستقيم المربع، عفوا الأخضر الذي قسم المربع إلى نصفين، بقول لي إنه كل نقطة عليه بتقول لي إنه 10% من الأفراد حصلوا أو الأسر أو السكان حصلوا على 10% من الثروة، 20% حصلت على 20%، وبالتالي هو توزيع التراكم المتساوي للثروة. لكن ما الذي حصل؟ الذي حصل إنه 10% أخذت 10% طبعا من السكان أخذوا 4.17%، اللي هي ممثلة بهذه النقطة على المحور الأفقي مع العمودي. هذه الإحداثية تتكون من الزوج المرتب 10% و4.17% على المحور العمودي. نشوف النقطة الثانية. الآن النقطة الثانية بتقول لي إنه 20% من السكان أو من الأفراد حصلوا على 8.33%، وهي النقطة الثانية. الثالثة اللي هي 30% حصلوا على أقل من 17%، هذه النقطة الممثلة لهم. الآن النقطة الرابعة تتكون من زوج المرتب أقل من 21%، وفوقيا طبعا 40%، لكنها عموديا 20.83%، وهكذا لبقية النقاط نحصل عليها تدريجيا حتى نصل إلى آخر نقطة. لو وصلناهم مع بعض، لو بدي أرجع بالصورة الآن، أرجع بالصورة بعد إذنكم، بس مشان إذا الآن هاي النقاط اللي بتمثل لي الآن التوزيع التراكمي الأفراد مقابل التوزيع التراكمي الثروة اللي هي مأخوذة من هذه القيم. هاي 10%، هذه 20%، 30% من الأفراد حصلوا على 10% حصلوا على هذه القيمة، 20% على هذه القيمة، 30% هذه القيمة، وهكذا حتى أنتهي بالمية. إذا الآن وصلت بين هذه النقاط بمنحنى، هذا المنحنى هو منحنى لورنز. منحنى لورنز هو المنحنى الأحمر. الآن بدي أحدد المثلث A، هاي A اللي تبدأ من 0-0، B بتنتهي عن 100% مع 0، C تنتهي الآن مع 100% هنا. إذن A B C هو المثلث هذا الذي بيحده المحور الأفقي، المحور العمودي المقابل، والخط الأخضر اللي بتولي عن التوزيع التراكمي للثروة. هاي الآن المنطقة المحصورة
بين منحنى لورنز والخط الأخضر هي الآن يعني محل اهتمام. إذا عرفنا احنا منحنى لورنز مدى عمقه، مدى بعده عن الخط الأخضر، كلما اقترب من الخط الأخضر كلما زاد التوزيع تساويا، وكلما ابتعد عن الخط الأخضر كلما زاد التوزيع في اللامساواة، في مجال اللامساواة، يعني معنى أخي ليس هناك عدالة كما ينبغي. الآن الدي الآن إذا قسمناها على مساحة المثلث ABC، هاي المساحة الآن المحصورة بين منحنى لورنز والخط الأخضر، هاي نسميها دي. إذا قسمنا المساحة هذه دي على مساحة المثلث ABC بيطلع عندي جيني كوفيشنت. هذا الجيني كوفيشنت تنحصر قيمته بين الصفر والواحد، جي بأقل أو يساوي واحد لكنه أكبر أو يساوي صفرا. كلما اقترب من الواحد الصحيح كلما زادت اللامساواة، وإذا كانت قيمته صفرا معنى ذلك أنه منحنى لورنز انطبق على الخط الأخضر، وبالتالي كل الأفراد حصلوا على قيمة متساوية من الثروة. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون قد قدم الفائدة المرجوة إلى طلبة الاقتصاد في الاقتصاد الكلي توزيع الثروة والطلبة الباحثين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.